السلام عليكم سيدتي الجميلة، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. سيدتي، الماسك ديال اليوم اش غادي نقول لك؟ دابا داخلين على البرد، داخلين على الجريحة، داخلين على الشرقي، يعني داك البرد اللي تنقولوا، داك الريح ديال الشرقي، حنا كنسميوه بالشرقي، كيخلي ليا الوجه ديالي ناشف، وملي كينشف ليا الوجه ديالي كيولي معرض للتجاعيد، كيولي معرض انه كيتقشر، كي البشره ديالتي كتولي جافه، واخا تكون البشره دهنيه كتولي جافه مع هذا الشيء. هذا شوفي يا حبيبه ديالي، اليوم جبت لك هذا الماسك، هذا غينفعك، غيدوز العام بسلام، غيدوز هذا البرد هذا بسلام، يعني الوجه ديالك غادي يكون يعني مستعد، مستعد اليوم، مستعد لهذا البرد هذا. شوفي حبيبتي، غيقاوم البشره ديالتك، غتقاوم التجاعيد، غتقاوم انها ما غاديش تيبس بهذا الماسك ديال اليوم اللي هو جد رائع، وكذلك مزيل للتجاعيد، ماشي غير كيقاوم، مزيل كذلك سيدتي، مرطب للبشره. مهما كنقولوا راه مرطب الا وكنحميو الوجه ديالنا من التجاعيد، كل ما رطبنا الوجه ديالنا كل ما حميناه من التجاعيد سيدتي، كل ما حمينا، كل ما غدينا البشره ديالتنا كل ما حميناها من الاضرار ديالها كامله. يعني التغذيه راه هي الاولى، تبعها الترطيب، وعاد نشوفوا كذلك داكشي ديال الكريمات والماسكات ديال التجاعيد. علاش انا اي ماسك ديال التجاعيد كندخل لكم واحد المكون اللي هو مرطب، باش كنخدم على جوج ديال الحاجات، اولا كندخل مغذي ومرطب باش كنخدم على ثلاثه ديال الحوايج، باش البشره ديالتي ماشي غير غادي ندير داك الماسك غدا غتصبح ليا ما فيها ما يتشاف، لا، غتبقى البشره ديالتي منوره. كنعطيك مكونات باش البشره ديالتك تبقى منوره. والسيدات اللي تيقولوا ليا راه الماسك، يعني واخا كنديروا الماسكات ما كنتنفعوش بهم، الحمد لله ما بقاوش كيقولوها ليا. علاش؟ لان عطيتهم نصائح وعطيتكم زيت البابونج، هو باش تبقاو ديروا مساج لوجهكم مده 15 يوم، وبقاو عاد بداو ديروا الماسكات. هذا الناس اللي عندهم مشكل ما كي البشره ديالتهم ما كتنفعش ليهم الماسكات وما كيبانش فيها النتيجه. شوفي حبيبتي، كنقول لك زعليكي بزيت البابونج او لا كريمات الماسكات اللي فيهم البابونج مطحون، رانا عندي في القناه ديالي حطاهم. هادو للبشره اللي كتكون معجازه، للبشره اللي كتكون ما فيهاش الحيويه، هاد زيت البابونج والبابونج مطحون راه كيرد ليا الحيويه للبشره ديالي، كتولي من جديد كتحيا، ومن جديد كتولي تعطي، كتولي تبان نضاره في الوجه ديالي. سيدتي، الماسك ديال اليوم اللي هو جد رائع، وخصوصا للبشره الجافه المتضرره اللي كدير ليا تجاعيد، اللي كتقشر، اللي كتحكني، هذه الوصفه ديال اليوم جد رائعه، جد رائعه. شوفي حبيبتي، راه الماسكات اللي كنعطيك غير ديريهم، راه ضروري غينفعوك، ما تقوليش ليا ما نفعونيش، راه غادي ينفعوك. ديري الماسك الاول، ديري التالي، دير تبعي يا حبيبه ديالي، غدي البشره نوعي ليها، نوعي نوعي، حتى هي راه كتبغي تنوع، راه ماشي كل نهار تاكل حاجه وحده، ماشي كل نهار تاكل حاجه وحده، نوعي ليها يا حبيبه ديالي، بحال البطن ديالنا، بحال الشهوه ديالتنا، ما كنبغيش كل نهار تاكلي حاجه وحده، كتبغي تبدلي هكاك حتى البشره. علاش ما نبدلوش الماسكات ونعطيوها كل مره تغدى بحاجه، كل مره نعطيوها واحد الحويجه اللي هي زوينه. شوفي حبيبتي، الماسك ديال اليوم كيقول ليا من اصفر البيض، غناخذ اصفر بيضه، كذلك عندي غناخذ هنايا ملعقه كبيره من العسل اللي هو عسل النحل، ملعقه كبيره اليوم ماشي صغيره، ملعقه كبيره، وكذلك عندي ملعقه صغيره ديال زيت الجليسيرين، ها هو، وكذلك ملعقه كبيره ديال زيت الورد، زيت الورد، ها هو. سيدتي، غادي نوريك الطريقه، الطريقه باش غادي نخدم هاد الماسك هذا. الطريقه سيدتي، كناخذ الاصفر ديال البيض كالعاده، كنحيدو الابيض وكناخذو غير الاصفر، تكون بيضة صغيرة ما كبيراش، ها هو الأصفر،
ذلك غناخد العسل. قلت لك العسل كنحتاج ملعقة كبيرة. مقدار ديال ملعقة كبيرة. نخلطو مع أصفر البيض. نخلط مزيان. بهذا الشكل. مقدار ملعقة صغيرة. كذلك مقدار ملعقة صغيرة ديال زيت الورد. هذاك زيت الورد كيخلي ليا حتى الريحه زوينه، ما كيخليش ليا ديك الزفوريه ديال البيض. ايه كنخلط مزيان. دابا تيدوب ليا هذاك العسل، نسجم ليا الخليط. هانت كيدي على هذا الشكل هذا. من بعد سيداتي كنحصل على واحد الخليط اللي هو هكذا، وعنده ريحه، الله ريحه زوينه ديال الورد، يعني ما كتخافيش من الرائحه الزفراء ديال اصفر البيض. سيداتي هذا الماسك هذا بقاي ديريه يوميا في هذا البرد هذا، البشره ديالتك غادي تولي غزاله وتولي رطبه. اصلا هذا الماسك هذا شنو غادي تستافدي منه اكثر، هو ان البشره ديالتك غتولي رطبه، ما غتبقاش تقشر لك، غتولي التجاعيد بعادين عليك. كل ما رطبتي كل ما بعدتي على التجاعيد، يعني كل البعد. سيدتي من بعد بقات فيا ريحه زيت الورد زوينه. سيدتي من بعد ما كديريه لوجهك، الوجه يكون مغسول بالماء الدافئ والطريقة الصحيحة من التحت للفوق. كتشدي ديري غير بالدار المعلقة اولا بشي باس اولا غير بيديك، غتشدي وغتبقي تحطي على الوجه ديالك بطريقة دائرية وانتي كتعمري في الوجه، تيعمر الوجه كامل. عاد عاوتاني هزي وحطي على الوجه ديالك تيعمر مزيان، ديري طبقة اللي هي غليظة، طبقة غليظة سيدتي باش الوجه ديالي كيتجبر، باش حتى الخدود ديالي كيشدو بليصهم. من بعد سيدتي ما كتغسلي الوجه ديالك بعد نصف ساعة، كترطبي الوجه ديالك بالماء البارد، كتغسلي الوجه في الأخير بالماء البارد. من بعد كترطبي الوجه ديالك بأي كريم مرطب عندك في البيت ديالك. دابا نوريكم شي كريمات، كريم مرطب وكريم مبيض وعندي كريم اونتي روجور، دوك اللي كيديروا ليبيلاسيون الوجه ديالهم اولا شي منطقه وكيبقى داك الاحمرار. يعني غادي نعطيكم هذوك الكريمات اللي غتبقاو ديروا ان شاء الله، يعني زوينين بزاف، جربتهم وزوينين عجبوني، علاش ما نشاركهمش معاكم. سيداتي ان شاء الله يكون هذا الشيء عجبك وبارطاجي مع صحاباتك. مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم سيداتي، وما تنساوش البصمه وما تنساوش التعاليق، كنتسنى بفارغ الصبر نقرا التعاليق. مرحبا بكم، سلامه.